هلا والله فيكم في بودكاست دكتور. ضيفتنا اليوم دكتورة مميزة درست في السودان وانتقلت من بعدها لأمريكا لتتخصص في طب الأسنان للأطفال، من بعدها انتقلت للأحساء. تأصلت في الثقافة السعودية بشكل عام والثقافة الحساوية. ضيفتنا اليوم الاستشارية دكتورة مريم الخطيب. دكتورة مريم، أهلا وسهلا فيك في بودكاست دكتور. من معرفتي فيك دكتورة، أنت عندك جولة جدا يعني صارعتي فيها في التخصص، من السودان في مدينة الخرطوم إلى أمريكا في فيرجينيا إلى التخصص في نيويورك، وانتهيتي في الحسا. إيش مع الدكتورة مريم والحسا؟ سبحان الله، هي أقدار. و يعني بعد فترة من الترحل، يعني عائلتنا الصغيرة أنا وزوجي، فقررنا إنه نمشي على مكان أقرب للثقافة حقتنا، وانتهى بين المطاف في الحسا كاختيار للحسا لنا. ما كنا بنعرف كثير عن البلد، يعني كنا بنعرف عن تمور الإحساء، الحاجة اللي بنعرفها دائما يعني تمور الإحساء، ما كنا بنعرف كثير عن البلد. لكن لما جينا حسينا انه ده يعني ده المكان، ده المستقر. ما بس الحسا اختارتنا، احنا اخترنا انه نواصل في الحسا. جميل. يعني انت اول ما جيتي شفتي المكان، بدأ ما كانت هي فكره انك تستطلعين، قررتي تجلسين. ده كلام سليم. كم صار لك في الحسا الحين؟ ماشي على 8 سنين. ما شاء الله، 8 سنوات. نعم، ابني مولود هنا. ابنك مولود هنا؟ نعم. طيب دكتورة، على طاري ابنك وحنا نتكلم عن تخصص الأسنان والأطفال، نعم، إيش اللي لاحظتي أنت بالنسبة لك مقارنة مع الأطفال هذيلي والوالدين الأطفال في اللي كانوا في أمريكا وفي نيويورك، مقارنة مع الأطفال والوالدين لهم اللي في الحسا؟ هل شفتي اختلاف كبير في التعامل ناحية الثقافة؟ رغم أن أنت هنا كنت بتكلمين بلغة ثانية، هنا نعم، بتتكلمين العربي، نعم، أنت جاي عشان ثقافة قريبة من عندك، هل شكلت لك تحدي وجودك هنا؟ يعني أتصدق أو لا تصدق، المعاملة حقت الطبيب لا الأهل وللطفل، الأساس حقها موحد في أي بلد. جميل. كيف؟ ما يفرق كيف أي أب وأم داخلين بطفلهم سايقين ومعهم، عايزين يحسوا بأنه الطفل ده موضع اهتمامك أنت. ما يفرق الطفل ده موجود في أمريكا، موجود في السودان، موجود في الحسا، موضع اهتمامك. الباب ده أول ما قفل والطفل ده دخل، ما عندك شيء بيشغلك غير هذا الطفل. وإيش الكونسيرن، إيش القلق بتاع الوالدين هو إيه؟ هم عايزين يعرفوا كده. أيه. الوالد أمريكي، الوالد حساوي، الوالد سوداني، عايز يعرف إنه أنت مهتم بالطفل ده. جدا جميل. على كده دكتورة، يعني الأطفال يحتاجون يزورون لطبيب الأسنان؟ أكيد. ويكون زيارة منتظمة؟ أكيد. متى المفروض تكون أول زيارة؟ سؤال جميل جدا دكتور. دي الحاجة اللي بنحاول نبنيها مما جينا، مما يعني في المستشفى وفي عموما في طب الأسنان أو طب أطفال الأسنان الأطفال بالعموم، إنه أول زيارة، ودي كثير الأهل يعني بيستغربوا فيها، متى أول زيارة؟ هل لما الطفل يتألم؟ هل لما يشوفه تسوس؟ هل لما يصيح؟ هل لما كده؟ أول زيارة لما يكون الطفل عمره سنة. سنة؟ نعم. ما في أسنان؟ ما في أسنان، شويتين فوق وتحت وحاجة بسيطة جدا. الفكرة إنه طب الأسنان حصل له يعني شفت كده أو تحويل، من إنه إحنا عايزين نعالج المشكلة بعد ما حصلت لإنه نقيها من الأول إنها ما تحصل. من البداية. من البداية. والأسنان كلها وقاية، يعني صحة الفم والأسنان من بدايته وقاية. ايه اللي ممكن نعمله؟ بنعمله نتحدث مع الاهل، نتحدث مع قبل ما نتحدث مع الطفل، ايه العادات والتقاليد، وايه الاسره بتعمله، ايه بياكل، ايه بيشرب، ايه الام، في رابط بين صحه فم الطفل
والعادات حقت الأم في صحة الفم، يعني هي بتفرش، بتزور طبيب الأسنان، بتهتم بأسنانها، بينعكس على الطفل على طول. كلام جدا جميل. أنت قاعد تقولي لي أن الوالدين هم المرآة للطفل عادلي. كلام سليم. فهم صحتهم وطريقة تعاملهم في صحة أسنانهم راح تنعكس على الطفل. بالضبط. يعني تقدرين تقولي يعني تعرفين الوالدين اللي يهتمون في أطفالهم. نوعية الأسئلة نفسها. في إنه لما يجي الأهل، يعني في طفل بيجي أهله بس عايزين تحل المشكلة اللي عنده وخلاص. في أهل بتحس في إنه أنت لما يعني تتعمق في إنه صحة الفم وصحة الأسنان وإنه لهذا الطفل وللعيال الباقيين بيحصل فيه اهتمام وشفت في العائلة نفسها، إنه من بس نعالج المشكلة الحالية لأنه كيف نتفادى المشاكل في المستقبل. فأهم جلسة الأولى دي في لها يعني اسم بيسموه في تبع الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، يسموه الدنتال هوم أو البيت الأسناني إذا صحت الترجمة. إنه نبدأ من الأول الطبيب الأسنان مع الطفل مع العائلة، إنه نكون مثلث للوقاية من مشاكل الأسنان ويمكن الوقاية منها. الحين أنت شديت انتباهي دكتورة، تقولين أول زيارة في أول سنة. نعم. طيب في بعضهم يقدر يقول لك يا دكتور والله هذه أسنان لبنية ومؤقتة. صح. وهي في النهاية راح تطيح. صح. هل هذا المبدأ هذا مقبول بالنسبة لك؟ هو في جانب صحة فيه، هي أسنان لبنية وبتطيح. أين؟ لكن السؤال اللي بعده على طول، متى بتطيح؟ يعني إحنا إذا مثلا طفل عمره سنتين بدأ عنده تسوس الرضاعة وخلاص، يعني ليش نمشي وكده وخلاص الأسنان اللبنية وبتطيح. لكن تسوس الرضاعة بيكون عادة في الأسنان العلوية، القواطع العلوية اللي هي بتطيح في عمر 7 لـ8 سنين. أي. صف ثاني. لو أخذنا الأسنان دي ما عملنا على أي شيء واضطرينا في الآخر إنه نخلعها، في مشاكل كثيرة مترتبة عليها، في مشاكل نطق، في مشاكل إحساس عام، ومرات تنمر في الروضة أو في المدرسة. وين أسنانك؟ وين طاحت أسنانك؟ ولسه أسنانه الجديدة ما طلعت له. فبيكون الطفل متعرض لمشاكل كثيرة ممكن نتطرق لها لاحقا، لكن يمكن تفاديها من الأول. وإذا قلنا أسنان لبنية وتطيح، إذا كان لسه عندنا 4-5 سنين لين الأسنان تطيح، حيحصل إيه من الآن لحد 4-5 سنين الجاية؟ طيب خليني أسألك السؤال هذا، هل صحيح لا في علاقة بين صحة الأسنان وصحة القلب؟ هذا الكلام صحيح بعد؟ كلام سليم 100%. يعني عندنا الأطفال حتى اللي عندهم مشاكل حقت قلب ومشاكل صمامات أو عمليات جراحية، من أول الأشياء المهمة في صحة القلب إنه يكون الفم خالي من الالتهابات، لأنه الفم زي المجرى. الفم بطبيعته، يعني حتى إذا ما كانت في تسوسات، ما كان بطبيعته مليان نقول يعني جراثيم تكافلية، عايشة عيشة تكافلية في الفم ما بتأذي، وجوده بمستوى معين ما بيأذي. لكن إذا انقلب التوازن وصل لأنه حاصلة مشاكل تانية وحاصل تراكمات والتهابات، أول مجرى للجراثيم إنها تصل للقلب هي عن طريق المسار من الفم للدم للقلب على طول. فيعني احنا بنحاول الاطفال اللي بيكون عندهم مشاكل قلب يكون صحه الفم والاسنان نمره واحد بالنسبه لهم. الكشف الدوري يكون قبل ما تحصل اي مشاكل. يعني ممكن اسيب شويه، بنقول يعني حتى ما يجي الطفل مرتين في السنه زي العام لكل الاطفال، يمكن عايزين نشوفهم 3 مرات في السنه، كل 3 شهور يشيك معانا الطفل، نتأكد كل مشكلة نقضي عليها قبل ما تتفاقم. لكن واقع احنا ندري ان معظمنا ما يروح زيارة طبيب الأسنان للفحص اكثر من ما يروح عنده مشكلة ويحتاج احد يعالجه. ده واقع فعلا. كيف نقدر ننقل هالثقافة هذه من ان اكون زيارتك انا عند الحاجة الى زيارة استباقية وتكون ان ايش للتشيك؟ حقيقة بس بنشر الوعي بالموضوع ده،
إنه صحة الفم والأسنان هو موضوع يمكن الوقاية منه، ما يعني في المفهوم العام إنه طالما طفل حياكل حلويات، حياكل تشيبسات، حياكل كده حيجيه تسوس، ما بالضرورة. ممكن إحنا إذا يعني أكدنا على الوقاية وأهمية الوقاية، والمثال المعروف الوقاية خير من العلاج، يمكن تفادي إنه يكون في تسوسات للأسنان إلى أن تطيح الأسنان، إلى أن توقع وتتبدل، واللي هي زي ما قلنا يمكن ما وضحتها في الأول، بتبدأ من عمر 5 سنين لأول سن وتتباين، بعض الأطفال يتباينوا، وآخر سن يوقع ويجي اللي بدله عمر 12 سنة. عندنا 7 سنين من وده شيء طبيعي، يعني إذا بدت اليوم ما حتخلص هذه السنة. عندنا أسنان نكون حريصين عليها وعلى الوقاية، إنه ما يحصل على تسوس لحد عمر 12 سنة. جميل. أنا أعتقد دكتور إذا توافقيني الرأي أن معظمنا يعني عنده نوع من الخجل أو الانكماش أن لا يجي زيارة دكتور الأسنان هو الخوف. نعم. أنا متألم لكن أنا خايف نفس الوقت. أكيد. وعلى فكرة ترى الأطفال والكبار يعني. إيه. فكيف دكتورة مريم تقدر تواجه المشكلة هذه مع الأطفال؟ أتوقع هم يشكلون تحدي يعني. ويمكن الخايف مو بس الطفل، حتى الوالدين. تخيل يا دكتور أسامة، يعني مرات الطفل لما يجينا زي يقولوا زي الورقة البيضة يكون ما خايف. بيبدأ الخوف إذا سمع قصص في البيت. بالحاجة اللي أنا بتمنى الأهل، قصة الأم ورعبها لما مشت على طبيب الأسنان، يا ريت ما تتحكي قدام الطفل. الأب وألمه اللي حس فيه من الأسنان، يا ريت حيعطوك إبرة، إذا مشيت للدكتورة بتعطيك إبرة كده. دي أشياء يعني بخشعر منها لما أسمعها، لأن الطفل لما يجي في الأول في البداية ما عنده أي تجارب مسبقة، بتتفاجأ إنه عمره 3 سنين بيجلس على الكرسي لوحده عادي. مرات بنشتغل عليه من غير أي ولا بنج موضعي إذا ما يحتاج، ولا تخدير ولا تنويم، لأنه ما سمع قصص. القصص المرعبة بتشكل يعني في نفسية الطفل الرعب من الدكتور. ده أول شيء. لكن في شيء ثاني إحنا كمان ما ننساه، الكرسي الأسنان مرعب. الكرسي نفسه. كرسي الأسنان مرعب. يعني. برضه مريح. هو مريح. لكن يعني لما الطفل أو الأب أو الأم الاستلقاء على الكرسي، فيه إحساس بتاع عدم التحكم. في أحد على راسك من فوق وإنت ما قادر تتحكم، وفي وضع يعني helpless، يعني ما عندك مساعدة خالص. فالإحساس ده ما محبب. فمثلا لما يجينا الطفل ما برجع الكرسي في الأول عشان ما يخاف، خلي الكرسي straight up. إذا الطفل خايف شوية ويعني حاسس بأنه عايز clinging للأم يعني وماسك للأم، نخلي أمه تجلس معه، الإحساس ما نعمل separation يعني من الأول. قبل ما نفتح مثلا الضوء عليه وعلى وجهه على طول، اللي هي مرعبة حقيقة، أنا معاك يعني ضوء عليك وانت مستلقي ومنسدح تماما، وفي ناس على وجهك وناس غرباء على وجهك وماشيين لأقرب يسمونه البيرسونال سبيس، يعني مضايقينك جدا. فهذه حاجة عايزة تدرج تدريجيا، نصل للطفل يعني بتدرج، نجلسه على الكرسي بتدرج، ما نبدأ شيء قاسي من الأول. التون بتاع يعني الصوت نفسه يكون هادئ، ما نخلي مثلا حتى إذا الممرضة أو المساعدة بتفتح في العدة ما نسمع الكلينجينج بتاع العدة ده على طول. نحطها على الأول، ما نحط الكشاف بتاع الأسنان اللي شكله مختلف، نحط مراية. يعني بنحاول بقدر الإمكان كل الجو يكون مهيأ إنه الطفل ما يخاف. تفاصيل جدا دقيقة وجدا جميلة دكتورة صراحة. أنا يعني جدا يعني ألاحظ أن الدقة في طريقة تهيئ الجو للطفل. نعم. وهذا ممكن يخليني يعني أعلق أن أنا كنت على دائما على إيمان أن طبيب الأسنان مو مهارة فقط،
مهارة وتواصل. تتفقين معي؟ جدا. إذا كنت أفضل طبيب أسنان وتمتلك كل المهارات اليدوية إنه تعمل أفضل حشوة، أفضل تلبيسة، لكن يعني ما عندك التواصل مع الطفل أو التواصل مع الأهل، يعني بتلقى في جدار بينك وبين الطفل، في جدار بينك وبين الأهل. يعني تصدق أو لا تصدق يا دكتور، الطفل يحب من دخلة الباب أنت اديته الأتنشن حقك كله، يعني حولت جسدك عليه تماماً. أيوة. نظرت له في عينه، ابتسمت له، يعني أسامي الدلع كلها للأطفال، فاطمة فطوم ودانا دندون وعلي علاوي وكذا. من البداية الطفل بيحس بالراحة، حتى الأهل بيحسوا بالراحة مهما كان، عايزين يحسوا الاهتمام دي. طيب مو كل الأطفال مسالمين لما يدخلوا لك العيادة. صادف مرة واحد عضك وانتي تشتغلين؟ أكيد أكيد أكيد. مو واحد أو اثنين. يعني أقول اثنين، أكيد اثنين. الأولى بعد التخصص على طول. إيه. فيعني ما كنت حريفة في إنه أطلع أصبعي متى. هجم عليها على طول. باغتك. باغتني تماماً. عمره سنتين. فبتحصل. لكن يعني بطول الزمن الواحد يعني بيعرف إنه متى خلاص وصل لحد الطفل وعايز له راحة شوية. يعني نقول ترضيهم؟ لا، أنا بحاول ما أعمل كده. عالجتي أحد من أقاربك قبل دكتورة؟ طبعاً هنتكلم عن الأطفال. عالجت ابني. ابنك؟ نعم. خطيب؟ خطيب. وعضك؟ هو ما عضني لكن ما حب الكرسي أبداً. صاح من الجلسة وأنا أمه. حصاح كم يعني كان عمره؟ عمره 5 سنين. بس يعرف ان انت هذه مهنتك وانت طبيبه اسنان، وهذا روتينك اليومي. وهذا روتيني اليومي. ايش علق؟ ما حب بشفط الماي من الفم. كان بالنسبه له مزعج. ما حب الطعم بتاع الماده حقت العوازل الاسنان اللي عملت عليه للوقايه. فيمكن منها كمان هي يعني زيادة تأكيد إنه نحن بنعمل زي هجوم قريب جداً من الطفل ولو كنت والده ما بيحبه. فيمكن تخل يعني درس لنا إحنا في إنه يكون الأبروتش بتاعنا دائماً أرحم. طيب خلنا نطلع شوي عن الأسنان والطب وهذا. إيش موضوع الدكتورة مريم والشاي؟ أنت يعني محبة لشرب الشاي جدا، وهو واحد من المشروبات المعروفة في الحسا. نعم. وأدري أن صارت لك قصة من أول يوم جيتي. الله. ما حصلتي شاي. إيش اللي صار هذاك اليوم؟ قولي لي. دي قصة مضحكة جدا طبعا. إحنا كان يا دوب وصلنا للسعودية والطائرة حقتنا يعني نزلت الرياض الساعة 3، الساعة 8 كنا في الحسا مساء. فنزلنا في الشقة وما عرفت يعني أنا بالنسبة لي الشاي ده يعني إكسير الحياة، يعني ده مش شرب عادي يعني. فلازم أول شيء الصباح كوباية شاي عشان أقدر أفهم إيه الحاصل. فنزلنا في الشقة، اليوم الثاني مشيت عايزة أعمل كوباية شاي، اكتشفت إنه ما في الغلاية. قلت ما يخالف ما في مشكلة إن شاء الله، بس فيه. وكان يوم جمعة. وأنا ما أدري إنه يوم الجمعة في الحسا في السعودية يوم راحة تماماً، ما في شي فاتح برا. فلقيت إنه ما في غلاية، ما في حتى البوت يعني عشان أغلي فيه الموية. فبديت أفكر أنا حل الموضوع ده كيف. أيوة. فكانوا في ديسبوزابل كابس يعني. أي. فشلت الكوباية وحطيت عليها تي باج وقلت حطلع برا اشوف يمكن الغفير بتاع العماره يمكن عنده غلايه. فمشيت له تحت، كان الساعه 6 صباحا دكتور اسامه، يوم الجمعه 6 صباحا، واحنا جايين من امريكا اليوم اللي قبله الساعه 8 المساء. فمشيت له قلت له الموضوع مصيري شاي. كان مصيري انا بين الحياه والموت. عندك غلايه؟ قال لي ما عندي غلايه. فطلعت زي ما يقولوا أهيم على وجهي في الطرقات يعني. طلعت لقيت في محل بتاع فول الصباح فاتح للعمال. أوكي. مشيت له قلت له عندك موية؟ وأنا شايلة كوبايتي ومعاها التي باك. قال لي ما عندي موية.
أنا محل فطور بس فول يعني، كان فاتح للعمال اللي بينظفوا الشارع وكده. مشيت لي قدام على بقالة أذكرها جدا في نفس الشارع، في فعندك غلاية عندك موية؟ قال لي لا. أنا حسيت إنه يعني دي كاتاستروفي يعني، انقطع فيك السبيل، أنا خلاص يعني الأكسجين انقطع. فالحمد لله لما جيت راجعة بتاع المطعم قال لي تعالي تعالي، لقاني أنا يعني حالتي يرثى لها، تعالي تعالي. فجاب لي الغلاية وبيصب في الشاي، وأنا رجعت على الشقة زي كأني لقيت كنز. أيوة هذه قصتي مع الشاي. هذه قصة الشاي. نعم. طيب شنو قصة الشاي وحليب بقوس؟ الله، أنا سمعت تاخذينا معاك للمطار. نعم. في الشنطة. باخذه في الشنطة مع الجواز. نعم. إذا ما لقيت حليب وحليب بقوس وكوباية الشاي اليوم بيكون مختلف. ف ده عشقي الأول. دكتورة مريم، خلينا ناخذك في جولة سريعة على بعض المعتقدات في رعاية صحة الأسنان. نعم. إيش موضوع المسمار وألم الأسنان؟ فيه جانب كبير من الصحة، إنه المسمار حتى الزيت بتاع المسمار بتتعمل منه حشوات لتهدئة نقول السن الحار يعني ألم العصب وكده، ففيه جانب من الصحة. يعني صحيح؟ صحيح. طيب إيه يقول لك إذا جاك ألم الأسنان خذي لك قرص أسبرين وعضي عليه؟ أرجو ما يتعمل كده. صحيح. نعم. إيش المشكلة؟ بيعمل حرق على اللثة. آه. المسكن ناخده زي ما بناخد لألم الصداع، وجع في الجسم، وجع في كده، ناخد المسكن نبلعه، بيمشي في نفس المسارات، بيقلل من الآلام بنفس المسارات، ما نحتاج نحطه على الضرس. ما يحتاج. طيب الماي والملح؟ مطهر هوم ميد يتعمل في البيت، سليم جدا جدا. تنصحين فيه؟ أنصح فيه، ماي وملح عمره ما يضر. طيب إيش موضوع الفلورايد؟ وأنا أدري أن فيها جدل كثير في الموضوع جدا. إيه نعم. الفلورايد نرجع شوية وراء، إنه هو عنصر طبيعي، هذا ما إضافة جات يعني يعني شيء مصنع في معمل أو كده على يضاف لمعاجين الأسنان. الفلورايد مادة موجودة يعني فكرة من الأول بدايتها في الـ 1900s. الفلورايد اتوجد إنه وقبل كده إنه في حتة في كولورادو في أمريكا، إنه الأسنان بتاعت الناس هناك ما بتتسوس، وهم بياخدوا من ينابيع معينة في كولورادو، في نفس الوقت حاصل تصبغ بني جدا على الأسنان، وما عرفوا ليه في هم ما بيحصل لهم تسوس، عندهم تصبغ بني في الأسنان. بيشربوا من وين؟ وإيش الحاصل؟ في الأول حتى كان يعني بحث بإنه جاية المشكلة دي من وين، افتكروا إنه الأكل، افتكروا إنه الموضوع أخذ سنين عديدة لحد ما اكتشفوا إنه وجود الفلورايد طبيعي على مياه الشرب، لكن كان بكميات عالية جدا، هو اللي أثر على لون الأسنان لكن منع التسوس. فمنها جاءت الفكرة في الـ 1940s كده، إنه يضاف للحتة يعني هو ما موجود طبيعيا في كل المياه، في بعض الينابيع موجود، في بعض المياه ما موجود، فيضاف يعني بيجي في أمريكا مثلا بيضيفوا الفلورايد، واللي هو كمية بسيطة جدا 0.7 للمليون بارت من المويه، يعني 0.7 من الفلورايد، لقوا إنه بيقلل شربه، بيدخل في تكوين المينا بتاع السن، بيخليه أكثر مقاومة للتسوس، نزل من نسبة التسوس ب 60%. 60% بس إضافة مويه، إضافة الفلورايد على المويه بس. 60%. 60%. الحين معظم معجون الأسنان موجود في الفلورايد. نعم. فهو مطلوب يعني. هو مطلوب جدا، بس دائما كل شيء يعني يفوت حده بيتقلب ضده. ملح الطعام بكميه بسيطه في الطعام جدا ممتاز جدا. لكن ما نقدر نشيل يعني البوتل كلها ونحط نقول مدام جيد، لو زدنا منه حيكون احسن، بينقلب للضد. نفس الحكايه الفلورايد بكميات معينه مطلوب لصحه الاسنان، لكن مثلا طفل يفرش اسنانه عمره اقل من 5 سنين، يفرش اسنانه لوحده انا القى فيها شويه صعوبه،
عشان أخاف يملأ الفرشة بالمعجون اللي فيه فلورايد ويبلع أكثر مما مفروض هو يبلع. فدائماً استعمال المعجون ونحطه على الفرشة، بنقول لحد عمر 3 سنين مسحة 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 بمعجون الفلورايد. وهذا اللي يطلع في الدعايات حاطين من طول الأرض، هذه ما أحتاج. هذا كله يمكن لو عملت كده حتشتري كل يومين 3 معجون. يمكن هذه الفكرة. هذه الفكرة. لكن المطلوب إلى لو يعني تيك هوم مسج، إلى عمر 3 سنين مسحة من معجون الفلورايد، من 3 سنين ولا فوق مقدار حبة البسلة. ده بس يكون من معجون الفلورايد، وكده حتى لو يتبلع منه جزء بسيط ما يضر. ما يشكل. الحين الأطفال هم فئة خاصة في التعامل معهم، ومن الأطفال فئة تحتاج يعني عناية أكثر وهم ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. شنو الدكتور الأسنان دوره في الموضوع هذا؟ يشكل تحدي لك يا دكتورة؟ هو تحدي مطلوب، يعني جزء من التدريب، ودي واحدة من الأشياء اللي في كل تخصص طب أسنان أطفال بيكون في جزء من التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة. فده شيء إحنا بنتمنى من كل يعني المجتمع عموما، إنه يعني يجيبوا الأطفال لينا من بدري، يجيبوا الأطفال لينا عشان نشوف المشاكل اللي ممكن نتفاداها، وما يحطوا أبدا يعني إنه وجود احتياجات خاصة هو عائق. ده شيء احنا متدربين عليه، بنعرف الطفل هل ممكن نشتغل عليه، وحتى يعني ايش الاشياء اللي نعملها في الاول، ايش الاشياء اللي نعملها ديفير، كيف نسوي لهم وقاية اكثر من الفئة الباقية حقت الاطفال. ذوي الاحتياجات الخاصة عايزين نعمل لهم الوقاية اكثر، عايزين نشوفهم اكثر، عايزين نشوفهم كل 3 شهور، ما عايزين نشوفهم كل 6 شهور. يعني في اشياء كثيره بنسويها في العياده، سواء كان يعني الطفل لما يجي اول مره نشوف هل الاعاقه ايه او الاحتياج ايه، ما نقول اعاقه، ايه الاحتياج حق الطفل، هل احتياج كوجنيتيف، هل احتياج ادراكي محتاجين، ولا في احتياج يعني في الجسدي يحتاج انه عنده احتياجات خاصة. بعض الأطفال بالعين الاعتبار هذه الأشياء كلها بنحطها في الاعتبار، وبنسأل الأهل إنه يجيبوهم من بدري. فتنقل بين الثقافات من حضارة لحضارة، فإيش من مواقف اللي صادفك لما كنت في الحسا؟ في قصة حصلت لي ويعني أدركتها بعد شويتين، لأنها كانت يعني أنا ما عرفت أنا بعمل إيه غلط. أول ما جيت الحساء، ولما يجلس الطفل على الكرسي، يعني رجعت للهجتي السودانية، فأكون عايز الطفل يفتح فمه. إحنا عندنا في السودان الفم هو الخشم اللي هو عكسي هنا. أيوة. الخشم هنا هو الأنف. أيوة. فيجلس الطفل على الكرسي، فأقول له أفتح خشمك. أيوة. خلاص باللغة السودانية أفتح خشمك. أيوة. هو بيكون يعني بينظر لي كده مستغرب جدا، افتح خشمي كيف يعني انا ما بقول. أيوة. اجلس اقول افتح خشمك عشان اشوف اسنانك، فبقول افتح خشمك، فهو مستغرب جدا. أيوة. يعني كيف افتح خشمي؟ فافتكر يعني الاهل تدخلوا في الحته دي. أيوة. انه الخشم يعني هي بتقول لك افتح فمك افتح كده. أيوة. فبقيت اعرف منها حتى اللهجات الحساويه، يعني افتكر حتى كثير في كلامي دلوقتي داخله فيه اللهجه الحساويه من غير ما احس داخله فيه اللهجه الحساويه. ايش من الكلمات الحساويه اللي دكتوره مريم دائما تستعملها؟ استعمل لين لين لين. يعني كده يعني عندنا في السودان لحدي مثلا بنعمل كده لحد الساعه كده. دلوقتي كده لين الساعه كده، وتدخل كلمات كثيره بالذات لما وحقيقه مع كل طفل يعني لا شعوريا بحاول اللهجة اللي أقرب له ويستمع لها ويرتاح. فلما يدخل الطفل الحساوي بلقى نفسي غيرت حساوي تماما، لما يدخل الطفل المصري افتح بقك افتح كده بتغير طوال على طول. للحساوي رحاتك وين تعورك، لكن للسوري وين الطاحونة اللي تعورك. أيوة. فيعني
لقيت فيها تعلم لهجات. ضاحكة مستبشرة، الابتسامة سر القبول. نعم. وهي لغة عالمية ما تحتاج ترجمة. نعم. وجبران خليل جبران يقول أتمنى تبقى حياتي دمعة وابتسامة. شنو الابتسامة الدكتورة مريم كطبيبة أسنان؟ الابتسامة هي القبول، الابتسامة هي يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحسنت. الابتسامة هي يعني أول ترحاب، أول ترحاب هو الابتسامة. ويعني من ناحية مهنية نقدر نعيد للطفل ابتسامته، ده شيء جدا يعني مريح للنفس، وكيف نقول satisfying، مرضي للنفس جدا، انه اذا كان في طفل او اهل حاسين بانه في مشكله في ابتسامه الطفل وقدرت ترجع ولو بالقدر المطلوب لشيء مقبول، دي يعني اجمل شيء ممكن يكون. تكون ظاهره على الطفل، تكون ظاهره على الطفل، يكون هو سعيد، يكون هو يقدر يبتسم، يكون اهله سعيدين. يعني لما يمكن ما ذكرنا الحاجة في الأول، إنه علاج الطفل ما بس علاج سنة، إحنا بنعالج الكواليتي أوف لايف أو جودة الحياة، قيمة الحياة نفسها، تخلص من آلام، ابتسامة، سعادة، أكل منتظم، نوم منتظم، لعب منتظم، كل الأشياء دي كلها دي الجول حقنا، ده الهدف. دكتورة مريم، ليش قررتي تكوني دكتورة؟ وبالأخص طبيبة أسنان للأطفال يعني. طب الأسنان كان يعني من البدايات، يعني لما اخترت هذا الطريق جدا صغيرة، يعني كنت 16 17 سنة لما اخترت طب أسنان، ف درايتي عنها ما كانت كثيرة، لكن ما كنت عايزة امشي في المجال بتاع الطب البشري. وزي ما عارف احنا في العالم العربي عموما في أزمان معينة، الآن تغير الحال، الأسرة بتتوقع من الطفل أو الابن أو الابنة اللي يعني سكوراتهم عالية في المدرسة أو كده إنه يمشوا على إما المجال الطبي أو المجال الهندسي، ده توقعات العائلة. فما كان عندي رغبة في الطب البشري، حبيت يعني اشوف طب الاسنان يعني اقرب شيء لنفسي كان. لكن كل ما يمشي المجال لقدام وكل ما يعني خلصت طب الاسنان، لقيت انه يوم يكون التدريب حق الاطفال يعني زي ما تقول خطواتك اسرع. لما تمشي على العياده بتاعت اسنان الاطفال للتدريب خطواتك اسرع، بتمشي ليها بسعاده. يعني بذكر من الاشياء اللي لما بقدم في التقديمات لتخصص أسنان الأطفال، بعد ما كتبت في الأول وبتقدم حاجة اسمها personal statement للمدربين، إنه ليش أنت حابب تمشي على طب أسنان الأطفال، في الأول إنه حطينا إنجازات وسويت كده وأخذت البرايس في كده والسكور بتاعي كده، كتبتها ولقيتها أقرب لشيء فيك، يعني ما ده ما أنا ليش أنا عايز أمشي على طب أسنان الأطفال، شلتها حذفتها وكتبت شيء ثاني بتذكره يعني كأنه حاصل أمس، إنه وجودي في طب أسنان الأطفال، تعاملي مع الأطفال وبكل أنانية أقول الكلام ده بيسعدني. يعني سوي الحاجة اللي أنت بتحبها زي ما يقولون، وأنت ما بيكون عندك يوم شغل في حياتك لأنه كل يوم أنت مستمتع فيه. الدكتورة مريم بالسوداني، تونسنا فيك وكنتي ضيفة جدا رائعة معنا في البودكاست. ألف شكر لك، وبالحساوي حياك الله. الله يحييك. يعطيك العافية.